أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم في هذه الأمسية الجميلة. بنرحب فيكم في كنار تي في، في واحدة من الحلقات المستمرة اللي نحاول أن نعطيكم فيها شيء من المعلومة، من المعرفة، من الاطلاع على ما يقوم فيه العرب في كندا، إنجازاتهم، أعمالهم، مثابراتهم. نحاول أن نسلط الضوء على إنجازاتهم. حقيقة في ناس لا تنام، في ناس يعني تستمتع بالعمل، في ناس تستمتع بالعطاء، في ناس تستمتع بالتضحية. ولذلك هذا برنامج جديد وهذه إطلالة جديدة له، يتحدث عن دور المرأة في هذا المجتمع المترامي الأطراف، دور المرأة في العمل العام، دور المرأة في العطاء والتضحية وتقديم الوقت والجهد من وقتها، من وقت أهلها، من وقت أبنائها، حتى تساهم في هذا المجتمع وتكون واحدة من اللبنات والأدوات التي تدعم هذا المجتمع وتنمو به وترتقي به. هذه الحلقات تقدمها لكم الأستاذة إكرام المومني اللي نرحب فيها، رحبنا فيها كثيرا لأنها كانت مشاركة كضيفة وكانت مشاركة كوهوستينج في العديد من البرامج معنا، وكانت مشاركة في الأفكار الكثيرة اللي نمت وقويت وازدهرت في هذه القناة. والحمد لله اليوم هي تتولى هذا البرنامج، وسنكون نحن مساعدين، ونرجو أن نكون مساعدين يعني ظراف معها. أترك لها المجال تحدثنا ما تريد عن هذه الرؤية لهذا البرنامج الكبير عن المرأة ودورها، وتتحدث عن حلقة اليوم وترحب ب الضيفة الكريمة. تفضلي دكتور أستاذة إكرام، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. أول إشي بحيي الأخوة والأخوات المشاهدين والمستمعين جميعا، وبعيد عليهم كل عام وأنتم بخير. طبعا بشرفني أنه أنا أكون من المساهمين والمتطوعين في تلفزيون كنار أو كنار تي في، اللي بيعنى بشأن العرب في كندا نساء ورجالا وأطفالا وأسرة من جميع النواحي الاقتصادية والسياسية والصحية والأسرية وجميع النواحي. وأنا طبعا يشرفني أن أقوم بإعداد ومساعدة الطاقم على تقديم برنامج يعنى بالمرأة، المرأة في المجتمع الكندي. كما تعلمون فإن المرأة في المجتمع الكندي لها دور كبير، حيث ساهمت في بناء المجتمع العربي والمجتمع الكندي بشكل عام، من خلال التطوع، من خلال العمل، من خلال الدراسة، من خلال كونها أم، ومن خلال كونها ابنة وطبيبة ومهندسة ورائدة أعمال ومتطوعة. هذا البرنامج سيسلط الضوء على جميع هذه الإنجازات، وسيسلط الضوء أيضاً على العقبات التي تواجهها المرأة أثناء عملها في التطوع أو في أي مجال آخر في المجتمع الكندي. يسعدني طبعاً من خلال هذا المنبر أن أستضيف ثلة من النساء اللاتي ساهمنا بإحياء يعني بإحياء العديد من البرامج والمبادرات، وبإنشاء العديد أيضاً من المؤسسات. يعني امرأة خرجت من بيتها، تطوعت وأعطت كل جهدها وكل علمها وكل ثقافتها ومخزونها، وساهمت بتطوير وإنجاح المؤسسات، وأيضا ساهمت بمساعدة الأفراد من شتى الأطياف والمنابت والأصول والأديان للنجاح. حلقة اليوم إن شاء الله في عنا ضيفة متميزة، راح تكون معنا السيدة هيلين. السيدة هيلين هي من النساء المتميزات التي نفخر بوجودهن في المجتمع. أهلا وسهلا بحضرتك سيدة هيلين، وأنا أشكرك على تواجدك معنا في هذه الحلقة، الحلقة الأولى طبعا اللي أنا أقوم بتقديمها، ولي الشرف أن أستضيفك بهذه الحلقة، وشكرا لتجاوبك معنا
خروجك معنا في هذه الحلقة. في البداية السيدة هيلين هي متطوعة وتقوم بعمل يعني لا أستطيع أن أصفه إلا أنه رائع وأكثر من رائع في المجتمع. السيدة هيلين لن أتحدث كثيرا عن ما تقوم به لأني لا أترك المجال لها أن تحدثنا أكثر عن المؤسسة التي قامت بإنشائها، عن العمل التطوعي الذي تقوم به بشكل عام. أهلا وسهلا فيك سيدة هيلين. فقط نريد أن نخبر المشاهدين أن السيدة هيلين قدمت إلى كندا من سوريا في 2003 على ما أعتقد، وساهمت بالتطوع بالعديد من المؤسسات منها الصحة، مؤسسة الصحة العامة في ووترلو ريجن، مدارس أو دور رعاية الأطفال، منظمة المرأة المسلمة، وثم هذه المنظمة شكلت عندها رؤية وصقلت لديها خبرة جعلتها تقوم بتأسيس مركز ومنظمة كان لها دور كبير جدا في المجتمع العربي والمحلي بشكل عام. أترككم مع السيدة هيلين تعرفنا على نفسها قليلا، وأهلا وسهلا فيك سيدة هيلين. طبعا الشكر هو إلكم لإتاحة هاي الفرصة لأنه نحكي شوي عن منظمة شامروز اللي أنتي حكيتي إنه أنشأتها. الحقيقة أنشئت من قبلي ومجموعة من المساهمين، وبدونه ما كنت بقدر أعمل شيء لحالي. وبتمنى لكم عن جد التوفيق، وهي القناة ناطقة باللغة العربية إن شاء الله يا رب، بتمنى لها التوفيق والاستمرار لأن هي حاجة، هي هي حاجة ماسة بنورث أمريكا. سيدة هيلين، اسمحي لي أرحب فيك أنا كمان بدوري. المرأة العربية في هذه البلاد أثبتت جدارة وأثبتت قدرة على الإنجاز، وكان حقيقة لها يد طولة في العمل، وأثبتت إنها يعني قادرة وغير مكسورة، وأثبتت للعالم كله إنه لا، في عندها مخزون، مش فقط اكتسبت من أول يوم في هذه البلاد اكتسبت هذه الطاقات والقدرات، ولكن يبدو إنه المرأة العربية كان عندها مخزون ولكن كان ينتظر حتى يتدفق. اسمحي لي أسأل في البداية من طرفي سؤال، يعني كيف بدأت الحكاية معك؟ كيف بدأت حكاية الشغف في العمل العام؟ هل كانت السيدة هيلين يعني بعيدة عن هذا العالم، بعيدة عن هذه الأجواء، وحدث شرارة، حدث موقف، حدث شيء جعلها تقرر أن أو تفكر بالعمل العام، أم هذا الأمر كان موجود بتدرج معين؟ كيف بدأت حكاية العمل العام بشكل عام مع السيدة هيلين؟ خليني بس أنا أستبدل كلمة، أنت عم تحكي عن المرأة العربية، إذا بتسمح لي إنه أنا أستبدل بالمرأة الناطقة باللغة العربية، لأنه أنا جيت من بلاد كتير متنوعة سواء باللغات أو بالانتماءات القومية أو الانتماءات الدينية، فأنا ما بدي يعني حيد المرأة اللي هي أرمنية ولكن ناطقة باللغة العربية أو آشورية أو سريانية أو كردية، كل هدول أنا بعتبرهم هن نسائنا، نساء بلادنا هدول. فأنا بدل ما أستخدم المرأة العربية أو الشخص العربي أو الإنسان العربي، رح أستبدله الناطق باللغة العربية. طيب أنا أتفق معك على الاستبدال، ولكن للتنويه إحنا نبهنا بجزء كثيراً إنه مصطلحنا بالمرأة العربية أو الرجل العربي أو الوطن العربي هو عنوان المنطقة القادمين منها وليس تحديد للثقافة، ونحن نقصد فيها كل الثقافات واللهجات واللغات والأديان التي سكنت في تلك المنطقة. معناته متفقين. أكيد متفقين 100%. فخليني إذا برجع لأيامي، يعني أنا ربيت صحيح أنا سورية بس ربيت، لحنا من صف الأول منقول فلسطين وداري ودرب انتصاري يعني من أول لحظة، وكنت طول عمري بالثانوي بلش حس انه انا شو بدي اعمل غير انا دراستي وشي شخصي، بدي اشبع روحي كمان. ف
اهتميت هيك لأكثر من تطوع، وبدأ التطوع الجدي والمهم وقت اشتغلت بالأونيروا كمدرسة. فحسيت إنه في فجوة بين الهيئة التدريسية وبين الأهالي والطلاب، خصوصا الطلاب الكتير أذكياء يلي بدهم دعم زيادة عن اللي عم يتلقوه، أو الطلاب يلي عندهم حاجات خاصة أو إعاقات بالتعلم كمان هدول. فأنشأنا أنا واثنين من زملائي وزميلاتي مجلس لمجلس أولياء الأمور، ونستدعيهم، ويعني عملنا كتير كتير الحقيقة شغلة حلوة. بعدين اجيت على كندا، اجيت ما في لغة، احنا بسوريا ما كتير للأسف نهتم بموضوع اللغة، فجيت تقريبا يعني ما في لغة، بعرف الاي بي سي. وكنت حبلة بهذاك الوقت يعني وين بدي اروح على مدرسة، فلقيت التطوع كتير شغلة حلوة. وفوجئت يعني قديش المجتمع الكندي منظم بيعمل التطوع. احنا كتير يعني بنساعد بعض كمجتمع، يعني جار لجاره اللي احنا بنقول، حتى بالقيم الدينية باختلافها كلياتها، يعني فيها منشآت سواء بالكنائس أو بالجوامع، في شيء اسمه دعم وتبرعات طيب، بس احنا ما الفرق بيننا وبينه انه احنا منا منظم وطوعي ولحظي وآني. فهون لقيت نفس الشيء بيجي بقول له لواحد انه هلا انا حاليا امبلويمنت كونسلر، انه بدنا نعمل تطوع، يا مدام والله انا ما بدي اعمل مصاريب، بدي اعمل له ريزومي. طب انت شو عملت تطوع مشان اعمل لك ريزومي؟ بيقول لي انا ما عملت شيء. بقول له انت ما بيصير ما عملت شيء، ما ساعدت شي مره جارك، ما سقت واحد اخذته اسعاف، ما جارتك كانت حبلة وولدت ورحتي ساعد طبختي لها، كله هذا اسمه تطوع. بس هون احنا معنون وهنيك اسمه رايحة ساعد، هون اسمه رايحة اتطوع، هذا هو. فلقيت هاي الفرصة التطوع اني فتت على البابليك هيلث واخذت سبورت تو واي، انا ادعمهم بانه هدول النساء القادمين الجدد نجيبهم ونقول لهم انه تعالوا احضروا محاضرات عن كيف تعتني بحالك، كيف تعتني بالبيبي. بذات الوقت انا عم طور لغتي، وبذات الوقت عم اتعرف على ناس، عم اتعلم شو هي كندا، كيف السيستم تبعها. بعدين ولدت وفي مدرسة، فعملت متطوعة مع بيبي تبعي اللي عمره 40 يوم 5 أيام بالأسبوع بمركز اسمه Early Year Center. لقيت في فجوة هنيك، الفجوة هي إنه المرأة الغير ناطقة بالأغلب اللي عندها يعني حاجز إنه تفهم ما منضمة لأي برنامج، تقعد تنطر أولادها برا بالجيم وما بتعمل شيء. طيب هدول ليش كل النساء قاعدين ومنتميين لبرامج وتوعية وهدول برا؟ فأنا رفعت بروبوزل للكوردينيتر واتاخد بعين الاعتبار، وطلبوا مني أنا أعمل نفذه هذا كفالنتير، ونفذته كفالنتير وتطور هذا العمل، واجتنا فاندينج وصرت دايفرسيتي هيلث وركر، وظلت فيها 6 سنين، بنيت خبرة غير عادية عن جد، استثنائية كتير، لأنه اشتغلت مع كل الجاليات مش بس مع الجالية الناطقة باللغة العربية. بعدين كنت متطوعة أنا بمنظمة اسمها مينونايت كوليشن فور ريفيجي سبورت، ترجم بعد ما تطورت لغتي وصرت ترجم أنا لطالبين اللجوء من داخل كندا. بعدين تعينت بهذا، صرت كيس وركر هنيك. يعني ما في يعني الحقيقة كل عمل تطوعي كنت أخذه كتير على محمل الجدية الالتزام العالي، فهذا أعطاني فرصة إنه فعلا إنه تثق فيني المنظمة اللي أنا عم أتطوع معاها. يعني أنا وقت أتطوع وكأنه أنا عم آخذ أجر مالي، أنا بالنسبة لي عم آخذ أجر. الأجر أنا بفسره بطريقة مختلفة، ما دائما الأجر المالي، أنا عم أملي روحي، عم أتعلم، عم أبني علاقات، عم أتعرف، عم أطور، يعني في شيء يعني عدد مذهل من الفوائد يلي كنت أنا عم باخذها من خلال عملي التطوعي. كمان نعم،
جميل بس رائع. اجت ازت النقاب بعدين ومنع النقاب بمونتريال. ف اجتمعت بسيدة وعم نحكي هيك انه كيف يعني، بغض النظر انا عن قناعتي وغير قناعتي او شو فهمي للنقاب وشي، بس انا شفته اعتداء على الحرية. وبلشنا عملنا حلقة هيك ودعينا فيها، من ضمن ما دعينا دعينا المنظمة اللي أنا بشتغل فيها، الكادر اللي بيشتغل، كل واحد من المتطوعين دعت وإجت الناس فتحت نقاش. يا أخي أنت ليش متضايق من النقاب؟ احكي لنا. وهذا كانت الندوة الأولى، وتطور وتأسست منظمة كوليشن فور مسلم وومن، وكانت نقطة تحول كثير مهمة بحياتي. عملنا أشياء كثير حلوة، صرنا مثل جسر بيننا وبين المجتمع الكندي الكبير. نعم. وبعدين اجت قصة سوريا. طيب تفضلي. يعني ما شاء الله صوتي في صدى صح؟ أنا سامعتك بشكل جيد. طيب يعني تحدثت فيه ما شاء الله جميل، يعني من بدايتك التطوع، منذ قدومك كأي امرأة قادمة جديدة لكندا، وماذا أضاف لها التطوع، وماذا أضافت هي لكل المؤسسات التي شاركت فيها. ويعني درجت فينا من قبل ما تيجي لكندا، وأنه أنت كانت عندك هاي الخبرات كلها موجودة، وهون طبعا صقلتيها وأضفتي للمحصول اللغوي اللي كان لديك. الآن تطورت لديك فكرة تأسيس المركز، وهو مركز شامروز، والاسم يعني ما شاء الله تفوح من رائحة المسك. هل لك أن تحدثينا عن البدايات، كيف يعني بدأت الفكرة؟ هل كانت فكرتك أنت لوحدك أو كان معك مجموعة من الأشخاص؟ كيف صغتم الفكرة، ومن أين بدأتم وأين وصلتم الآن إذا سمحتي؟ الحقيقة اللي صار بالعراق كان كتير كتير شغلة كبيرة، وكنا نشوف العراقيين وقت يجوا شو اللي عم بيصير فيهم. فوقت اجت أزمة سوريا حسينا أنه نفس التجربة رح تنعاد، فاجتمعنا الجالية السورية مو كلياتنا، يلي هيك بعض المبادرين سي 16-17 واحد سوريين وسوريين فلسطينيين، جمعنا مع بعضنا وقلنا أوكي بدنا نشوف شو بدنا نعمل. يعني في إحساس بتأنيب الضمير انه قاعدين احنا مرتاحين وعم نسمع الاخبار ونعطي اراء ونفتي سياسيا، لا هدول لازم يروحوا، لا هدول لازم يجوا. بعدين انا يعني انضغطت كثير كثير، طيب هذا الضغط شو بدي اعمل؟ يعني وصلت لمرحله انه صابني نزف بعيني من كثر ما اشوف الفيسبوك. فانا بدي افرغ هذا الضغط. اجتمعنا يعني نادينا لاجتماع شو بنعمل؟ نعمل فندريزر، نبعث هذول الفندريزر الفلوس للأماكن الأكثر تضرراً بسوريا. طبعاً جمع المصاري كتير فيه مواضيع معقدة هون بكندا، فلذلك عملنا بارتنر، عملنا بارتنر مع المانونايت كوميتي سنتر، عملنا بارتنر مع اللوثرين وورد ريليف، عملنا بارتنر مع عدة كنائس وجوامع لحتى قدرنا نعمل فندريزر ونبعث مصاري. بس بعدين بلشت ينحكى بقصة السوريين انه بدنا يجي لهون، اوكي شو بدنا نعمل هلا؟ تحول اهتمامنا بدل ما انه نعمل فندريزر، لانه الحقيقه كانت كثير عمليه معقده، وبالنهايه ما كنت مليون بالميه متاكده على ايد مين عم توصل بالنهايه الفلوس. فحولنا اهتمامنا لجوا. وشي فظيع اللي صار، الناس اللي عبرت عن انهم بدهم يتطوعوا معنا كان مذهل الحقيقه، وعن جد كثير ملهم. يعني انه اوكي نحن ماشيين صح والناس بدنا بدنا انه يكون موجودين. فالحقيقه يعني كان لحفسر اول شو معنات شامروز. شامروز الناس بتفكر الشام هي يعني دمشق، شام انا بقصد فيها بلاد الشام، نحن امو يعني احنا بنقصد فيها بلاد الشام، يعني الريسيفر المتلقي هن من سكان بلاد الشام، سواء الاردن ولا سوريا ولا فلسطين ولا لبنان، والمقدم الخدمه كمان من هدول. بعد هيك توسعنا، مو بكيفنا، العراقي صار يجي انه مش فينكم تعملوا لي هيك، المصري صار يجي، ليبي، مغربي، توسعنا، بس بعدنا اسمنا شامروز. نعم شامروز
بشكل أساسي، واللي وهذه اللي كسبت ثقة الناس ومحطتهم، إنه نحن ما نتعلق، يعني ما دخلنا بالأمور السياسية، رغم أنا بحكي بالأمور السياسية إنه تفسير شام روز هي شام بلاد الشام قبل سايكس بيكو، هون فون دخلت على السياسة أنا. بس بس مشان ما حدا يحس إنه لا أنا ما دخلني، أنتم أنتم ما بقدر أقدم لكم لأنه أنتم مو من هالبلاد. إيه فشام روز قطعاً، وشيء مهم بالنسبة لنا إنه نحن ما نتدخل بالسياسة ولا بدي. جميل ما شاء الله ست، يعني عجبني، معلش بس شغله استاذ محمد، عجبني انه يعني بالرغم من التحدي اللي واجهوه بارسال اللي فهمته انه التبرعات ما كنتم متاكدين وين بتروح، فما توقفتوا يعني انتم، لانه صار في يعني بخارج كندا صار صعب عليكم، لكن روح التطوع والطاقه والعطاء اللي جواتكم خلاكم تستمروا وتطلعوا يعني تزرعوا هالبذره الجميله جدا اللي انتجت شجره الآن ظلالها بتمتعوا فيها ناس كثير في منطقة ووترلو ريجن. يعني أشكرك يعني جزيل الشكر. تفضل أستاذ محمد. أنا حقيقة كنت بدي أعلق على موضوع الإقبال تبع الناس، وهذه رسالة ممكن من خلال الست هيلين نلقيها لأفراد المجتمع العربي. ست هيلين أحياناً، وهذا يعني واجهناه وأنا كتبت فيه كثير وبجوز علقت عليه كثير، أول ما دخلنا البلاد هذه كان لما يشوفون بعض الناس من إخواننا العرب ينبهونا أنه لا نتعامل مع العرب، ولكن لما بدأنا أعمالنا وجدنا عدد هائل من المتطوعين العرب، عدد هائل يتمنى أن يساعد ويقدم ويبذل سواء بالمال أو بالطاقة أو بالجهد أو بالخبرة، وجدنا أعداد كبيرة. والآن أنت تكرري نفس الرسالة، أنه أول ما علقت الشمعة وجدت مش شمعة واحدة، وجدت شموع كثيرة تقف إلى جانبكم وتساعدكم على هذا الأمر. أنا بدي من خلال هذه ما تمر مرور الكرام، أنا حاب هذه الرسالة تخرج بشكل أوضح كمان، كيف كان الإقبال، كيف كانت المساهمات، كيف أعطينا أمثلة من العرب اللي جاءوكم، واحنا بنعرف انه سوريا كانت على صفيح ساخن والعراق قبلها ومن منطقة كلها كانت تغلي، فكيف بدأت النداءات للمتطوعين وكيف كان هذا الإقبال بالشكل اللي وصفتيه بأمثلة، لو سمحتي إذا كان في أحداث أو أمثلة بتخطر على بالك ملهمة يا ريت كمان نستحضرها مع بعض. على سبيل المثال نحن عملنا ايفنت عند السيتي هول وقت ب 2015 وقت اعلن ترودو انه رح يجيب ناس، فقلنا انه اوكي يلا بدنا متطوعين، فعملنا وجبنا التابلت وجبنا ورق وقلم وبورد ومدري ايه بدنا نكتب اسماء المتطوعين، وعيننا اثنين انه يلي حابب يتطوع نحن رح نقول لكم مين هي شام روز، واللي حابب يتطوع يتفضل يسجل اسمه مع فلان وفلان. تفاجئنا بعدد الناس يلي ايه وانا بدي ساعد انا شو بقدر اعمل شو بقدر، تفاجئنا بالرقم المذهل لدرجه انه يعني لبكونا، يعني انه اوكي بعدين يبعتونا اوكي انتم بس اخذتوا اسامينا وما حدا طنشنا يعني، وبعدين يعني معكم، بعدين صرنا حسينا حالنا انه اوكي لازم نحن ننظم حالنا اكثر من هيك، فعملنا شيء اسمه فولنتير كوردينيتر ووزعنا شوي المهام. على سبيل المثال مثلا عملنا مدرسه اسمها شام روز، هاي المدرسه معلش لو سمحتي بس تلم بس بدي اعقب على شغله هون قبل ما تحكي على المدرسه، انتوا قلتي اجاكم كم هائل من المتطوعين ما كنتوا متوقعين هالرقم، ممكن تشاركينا إذا كان هذا الرقم الهائل عرب ولا من مختلف الجاليات ولا من المجتمع الكندي بشكل عام لو سمحت؟ أغلبية يعني. عرب، الغالبية عرب كتير، وهذا بأيد نظريتك أستاذ محمد يعني. لا أغلبية عرب وفي حماس و... ما شاء الله، إنه باختلاف المهارات والمستويات التعليمية، يعني بتجينا ست
هيك بحياتها مطالعه من البيت ومربيه اولادها وما شاء الله عليها هي بيومت انها وهي بقدم لك انا بنتي هي بالهاي سكول او بنتي بالجامعه بس انا بقدر اعمل شيء قولي لي امانه والله بعيوني لو بحيات يعني الله بحس بدي ابكي يعني بيجيني اب بحياته يعني من الشغل للبيت من المعمل للبيت من البيت للمعمل الى اخره هذا اللي كان بيقول لي انا كمان امانه مدام انا بقدر سوق ايه تمام انا بالايام الفلانيه انا بقدر سوق ما انجليزيتي مو كتير منيحه بس بقدر سوق يعني انت قولي لي بس ما شاء الله شيء يثلج الصدر يعني نحييكم على المبادره وجمع هاي القلوب كلها يعني على هدف واحد شوفي يعني. واحنا بنتكلم الان الست بنان كيلاني بتحكي لك فعلا بتحمس الواحد للتطوع انا شخصيا متحمس للتطوع لكن اللغه كثير واقفه وفي اشياء كثير بدي اعملها يعني كان اللغه واقفه عقبه ولكن في اشياء كثير بدها تعملها يعني حتى واحنا بنتكلم شوف الاصدقاء اللي معنا كيف بيتكلموا عن التطوع ريم عناني بتحكي لك انت وضعتي ايدك على الجرح احنا في عندنا تطوع عندنا احساس عندنا الهمه للتطوع حابين التطوع لكن احنا مش منظمين زي ما انت حكيتي محتاجين لتنظيم في بلادنا ما كان في تنظيم كان في على الفزعه وعلى الهمه وعلى يعني الرغبه الانيه الان هون في عندنا مجالات للتنظيم هذا العمل وترتيبه ويكون في ناس بيعطوا من خبراتهم زي حضرتك بيعطوا من خبراتهم فيه وانتوا بداتوا هذا الطريق وشقيتوا والان ما شاء الله عليكم يعني تنقلوا من خبراتكم للاخرين يعني المدرسه هذه مثلا كم عدد الناس اللي بيشتغلوا فيها فولنتير في عندنا كثير في عندنا كمدرسين في شي 6-7 في عندنا بالاداره في عندنا البورد تبع المدرسة إنه منقرر المنهاج منقرر من منين نجيب الفندنج منقرر قديش الفي بدها تكون في هذا البورد موجود ما له انفولف كتير بالعملية التعليمية بحد ذاتها ولكن هو في ناس متطوعين بالعملية التعليمية في ناس كانوا بسوريا كانوا مدرسين وهلأ ما شاء الله عليهم عم يكملوا مشوارهم بالتدريس والإقبال على التطوع بمدرسة شارل روز أنا فيه سر كتير حلو أنا بحب شارككم فيه مدرسة شارل روز لحنا مندرس ثقافة بلادنا باللغة العربية يعني الحقيقة لحنا الهدف هو ثقافة بلادنا أنا من وين اجتني هالفكرة أنا ابني وقت كان بالحادي عشر نروح على عرس بدنا نتبوك It's boring mom بدنا نسمع موسيقى من موسيقتنا ما يستذوقها بدنا نروح سيران مثل ما منروح ماما انتو يعني هدول الأدل تبعكم يعني بعدين حسيت صار في فجوة بيني وبين أولادي يعني صار عندي ثقافة أولادي عندي ثقافة فاقترحنا فكرة الثقافة فتخيل هلأ لحنا اللي شامروز مثلا بيطلع بالستيج مرتين بالسنة هذا الولد بيحكي شارل نزار أباني بيغني لأم لفيروز بيغني طلعت يا محلى بيتبوك الدبكة بيحكي نكت يعني النكت أنا لولادنا doesn't make sense نحكيها بنفرط من الضحك وهن جمدانين ما قادرانين يستوعبوا شوي ليه ففي كله هذا عم نساويه بشامروز المدرسة يعني يفهم هو من وين جاي مو بس يقرأ ويكتب لغته العربية يفهم شو الخلفية أمه وأبوه يعني لأنه الحقيقة إذا فقدت الصلة بين الأم والأب صاروا كل واحد ينتمي إلى ثقافة فقد تأثيرك عليه وبهالحالة الولد بيضيع لأنه وين الاي دي تبعه أنا مش هويتي أنا مين أنا لا لي كندي مثلهم ولا بعرف عن أهلي كتير فهي مثل خليها الجسر والخيط بيننا وبين أولادنا ممدود يعرفوا شيء عن بلادنا يعرفوا شو كنا نعمل بالعيد نلعب بالفرصة طبعا المدرسة نلعب ألعاب اللي كنا نلعبها بالحارة عنا بسوريا وبالأردن بفلسطين يعني هاي هي الفكرة يعني بشكل هذا هي اللي عم لك السر بالإقبال بشامروز إنه كيف الناس عم تحب تجي وتبعت أولادها يلي الحقيقة طلبوا منا إنه
يا مدام، طب انتوا عم تعلمون لغة عربية، شو رايكم تعلمون كمان قرآن او تعلمون شيء من انجيلنا او كذا؟ نقول لهم نحن بنعلمكم اللغة العربية، وانتوا الكتاب المقدس تبعكم علموه بالبيت. هاي اللي احنا قروا كتابكم بقلب البيت، بس احنا مهمتنا نعلمكم نسلح ابنكم بالسلاح تبع كتابكم. ففي مدارس إسلامية عربية فينا يروحوا، هذا الخيار الثاني. إذا بدك تعلم أولادك ثقافتك ويضل في رابطة بينك وبينهم، هاي خيار شامبروز. نعم صح الحقيقة ست هيلين، أنا بحييك على هالمشروع، لأنه يعني أنت زي ما فهمت من شامروز أنه في البدايات ساعد القادمين الجدد على الاستقرار واستابلش الحياة هنا، يعني من خلال ساعدتهم على تجاوز المعيقات اللي ممكن، يعني زي ما تفضلتي حضرتك، اللغة أو مثلا عدم وجود عمل أو الأكسس السيرفيسز الموجودة في المجتمع. وبعدين طورتوا شوي شوي، هلا انتم عم بتكونوا تحافظوا على الثقافه اللي جاء فيها هذا القادم الجديد، مش فقط تساعدوه على الاستقرار وانه يصير بعد شويه زي ما تفضلتي حضرتك فجوه بينه وبين اطفاله. فانشاء المدرسه، يعني مدرسه شامروز، كان هو يعني خلينا نحكي البلاتفورم لمساعدتهم ايضا على المحافظه على الهويه اللي تربطهم دائما وتستمر بينهم وبين اطفالهم. بالضبط. هلا انت يعني بالنسبه للمدرسه، هي اي الاعمار بتاخذ بشكل عام؟ يعني هل تركز على الاعمار الاساسيه ولا ايضا عندكم يعني مراهقين لا والطلاب اللي في الحقيقة المدرسه؟ بنتمنى أنه نوصل لهي المرحلة. بناخذ من 6 ل 12 سنة، إن شاء الله ما أكون غلطانة، لأني أنا ماني بالبورد تبع 6 12 المدرسة، أنا بالبورد تبع شامروز فور سيريان كلتشر. كلها طبعا تطوع، يعني فولنتير بيست المدرسه. نعم. رائع رائع ما شاء الله. طب أنا بدي أسأل إذا سمحتوا لي ست هيلين، بالنسبة للإخوة اللي بتكلموا عن التطوع وحابين يتطوعوا، في بعضهم عنده عائق باللغة، بعضهم عنده عائق في المواصلات، بعضهم مش عارف كيف يبدأ، وبعضهم يعني ممكن مش مكتشف قدراته بس هو حاب، عنده هالإحساس من العمل، إيش بتحكي له؟ إيش ممكن تحطيه على بداية الطريق؟ هل ممكن يتصل مع حد يكتشف مواهبه، أو ممكن يساعد يعني ريموتلي في بعض الأشياء؟ كيف ممكن نستفيد من هالهمم اللي موجودة بيننا؟ اوكي. هلا نحن شامروز وقت يعني صار في له تاثير مهم بالريجن اوف ووترلو، استدعينا من قبل مركز اسمه ذا وركينج سنتر، وعرضوا علينا انه يعطونا مكتبين وكمبيوترين وتليفونين وتو اكستنشنز، وانه الناس تجي والفالنتير هن اللي يقودوا هدول المكتبين، هن ما دخلهم فيه. فهدول المكتبين في انا الفالنتير كوردينيتر، انا بشتغل بنفس المركز ولكن امبلويمنت كونسلر، بس بشرف عليهم للفالنتيرز اللي بيجوا. نعمل سكادجول ونعمل ميتينج اول شيء معهم، هذا اللقاء بنحدد شو امكانياتهم، شو رغبتهم، هل هو بده انه يعمل فالنتير لمده طويله ولا مؤقته مثلا لفتره الصيف، هل هو مجبر على انه يعمل فالنتير من مدرسه او من جامعه، يعني هو ريكويرمنت ولا هو راغب باللغه، هل هو لغته القويه ولا متوسطه ولا قليله، هل هو ممكن يكون عم بيعمل فالنتير لانه طلب منه من البوليس انه يعمل خدمة للمجتمع مشان يعني تنحل مسائل محددة عنده، يرجع يعني انفولف، وخصوصا بالطلاب الثانوي وقت عم بيعملوا اغلاط، والاغلاط احيانا عم تصير كفرة مع المجتمع الكندي، فبنحاول نساعدهم هدول لنرجعهم للمدارس تبعهم ونعمل لهم ساعات التطوع. فحسب مثل ما قلت لك انه حسب انه شو بيقدر يعمل وقديش بيقدر يعمل وشو امكانياته، واحيانا حسب شو هدفه من الفالنتير. يعني انا هدفي بدي اتوظف، انا هدفي بدي اطور لغتي، انا هدفي بدي اعرف اكثر عن المجتمع الكندي، انا بدي اعمل نتوركينج، انا يعني حسب هو شو بده، فانا حوله للاتجاه المناسب. اول ما بيطلب هذا الفالنتير، كل ما بتجمع عنا عدد فالنتير معين انا بعمل لهم تريننج تدريب، وفي عنا برزنتيشن، ومنساعدهم انه كيف يفوتوا على الفالنتير بثقة بنفسهم.
يعني إذا أنت فايت على أنت مترجم بنعطيهم أخلاقيات عمل الترجمة وأصولها، يعني كيف تمارس عملية الترجمة. إذا أنت فايت لتكون تعمل زيارة هوم فيزيت، يعني زيارات منزلية، لأنه في عم يصير مشاكل بين أحيانا العيلة نفسها، الأب وولاده، المرأة وجوزها، فأنت كمان يعني كل واحد حسب إمكانياته. اللي في عنا على شامروز على الويب سايت في لينك، عفوا إيميل، ممكن يبعث هذا الإيميل أو ممكن يبعث إلي إيميل مباشرة helena@chamrose.ca. فهذا بشكل عام، ما في حدا ما بيقدر يعمل فلنتير. الأم يلي ما يعني يلي قاعدة ببيتها فينا تعملنا وجبة أكل، لأم تانية ولدت وبحاجة مين يقدم لها أكل بالليل. ونحن أحيانا بيكون عنا شوية نتوفة فلوس إنه نغطي تكلفة الأكل، وأحيانا ما بيكون معنا، لأنه الحقيقة كل الفلنتير يعني الدائمين، هلا في عنا الفلنتير لشورت تيرم ولونج تيرم، الدائمين هنا موظفين فول تايم، وهذا عمل التطوع، فما عنا يعني ميزانية لأنه ندعم. بس الحمد لله وقت بنعلن انه يا جماعه احنا بحاجه 25 دولار او 200 دولار او 10 دولار او بدنا حدا يدفع لنا مواصلات لكذا، في كثير الحمد لله بلبونا. يعني انا بيقودني لسؤال، تفضلي بيقودني لسؤال، حضرتك طرقتي لموضوع الفند او التمويل، يعني واضح شوي انه في تشالنج بالتمويل ست هيلين. الحقيقة احنا عنا كل أنواع المتطوعين إلا متطوع واحد يمكن ما عم كتير نحط جهد فيه إنه يعملنا جراند أبليكيشن. فأنت بحاجة واحد عدا وقت إنه يعملها. طب نحن يعني مش عارف أستاذ محمد، ممكن نعلن لهم من خلال هالمنبر إذا في حدا عنده القدرة يساعد. إذا سمحتي ست هيلين، إذا في أي حدا من المتابعين عنده القدرة يساعدكم في الجراند أبليكيشن، يعني يتواصل مع أستاذ محمد أو معي أو مع ست هيلين، لأنه بصراحة العمل اللي عم بتقوموا فيه ما شاء الله يعني عمل رائع. طبعا إحنا موجودين هون أصلا لخدمتكم، فأي إعلان بدنا نعلنه هون لوجود ناس يعملوا الجرانت أبليكيشن، إن شاء الله الإخوة بتواصلوا معنا وإحنا منوصلهم فيكم. وأنا أتصور إنه صوتك حيوصل وحيكون في كثير من المتطوعين إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب، إن شاء الله فاتحت خير يا رب. إن شاء الله إن شاء الله أنتوا فتحتوا الخير ست هيلين، إحنا منساعد بس، لأنه أنتوا فتحتوا باب الخير من زمان، فأنتوا لكم الفضل في الأسبقية هذه. الفضل لله إن شاء الله يا رب يا هيك. ربا دكتورة ربا فتان، نعم، قول يا رب تخلي محبتهم بقلبي وتخلي تعطيني القوة لأني كمل، لأنه الحاجة كبيرة عن جد عن جد. أخ محمد وأخت إكرام، الحاجة أكثر ما بتخيلي. يعني اللي إحنا بشام روز سنتر هذا، شوف الناس شو بتجي تقلك، يعني اللي إحنا عم نوصل بطريقة كتير رائعة. تجي أم وقفوا للتشايلد تاكس بينيفيت، ده لازم تلفن لكندا ريفينيو لحتى تبرر او نعمل رساله، ما في عندها لغه. ففي عندنا بس ناس خاصين ليدربوا الام على الست اسئله: واتس يور نيم، واتس يور لاست نيم، واتس از يور سوشيال انشورنس نمبر، هاو ماني تشيلدرن دو يو هاف، واتس يور ادريس، وين ديد يو كم تو كندا. في عندنا هدول فالنتير ليعلموا هالام، يعملوا معهم سيناريوهات قبل ما يرفعوا التليفون ويحكوا مع كندا ريفينيو. في عنا ناس مثلا عم بصير مشكل بالانشورانس، بيحكوا مع الانشورانس عم يستغلوا بطريقه مو معقوله، فناس عنا فالنتير عم يروحوا معاهم على شركه الانشورانس وعم ياخذوا لهم حقهم. في ناس عم يصير عندها مشاكل بالبوليس بس لمشكله اللغه، وبينطردوا من البيت او بيوصلوا لحد انه ينطردوا من البيت بدون اي وجه حق. وشام روز عم تكون الفالنتير اللي كانوا معانا
وما زالوا عم يروحوا ويحاربوا مشانه. يعني أنا بدي أحكيكم شغلة عن جد عن جد، إنه مثال كيف شامروز عم تبني هاي الجسور بين ال ما بدي أقول سيرفيس بروفايدر، المقدم مزودين الخدمة وبين المواطن الناطق باللغة العربية. يعني مثلا تلفل لي واحد قال لي مدام دخيلك أنا بمصيبة جايين ياخذوا الأولاد مني، لك شوفي على كان بالمستشفى عنده 3 أولاد من مرته عم تولد، طب هو له 6-7 ساعات الأولاد فطسوا من التعب، ابن على عمره 1.5 سنة، ابنه على 3 سنين، وبنت عمره 4.5 سنين. فالولد 3 سنين أكثر شيء اللي هو كان عمينا 9 ساعات، تخيل طفل بقلب المشفى وما فينا يحطه عند حدا، ونحن ما بنعرف كنا بعتنا له حدا يقعد عند الأولاد. إيه فعم يعمل للولد، ما بعرف إذا بتعرفوها هاي، نحن بنقول له ماما وين ماما، فنقول له أوكي يلا ماما جاي قد الساعة، نعمل له هيك على إيده. إيه بعدين نقول له يلا كمان شوي لنشوف كمان قد الساعة، يعمل له هيك وهو يحاكي يعني بشكل جدي الأب، وهي شوف تأخر ومدري إيش. فالريسبشنست ما عارفان شو اللي عم يحكي هذا الولد مع ابنه، شافت بس إنه عم يعضه وتتفلتلفل للفاميلي عند شيلدرن سيرفيسز، تعي يا فاميلي أنت عم تعض ابنك أنت مدري إيش كذا. فيا أخي فهمناهم يا أخي، هذا الزلمة عم يعمل 1-2-3، هي يعني إنه في كلتشر مختلف، انتوا بتعتبروه عضة، نحن بنعتبره غنة، عم نغنجل هالولد، يعني ما تقلقوا على هذا الموضوع. وهيك بلشنا مع صارت 6-7 حالات من يعني غريبة كتير، فبلشنا برنامج مع الفاميلي اند تشيلدرن سيرفيس، وكمان بنبني على التطوع لأنه المترجمين عم يشتغلوا معاهم، وهو الأهل يجوا مو يتعلموا الثقافة الكندية إنه كيف تربي أولادها، تشير انت بتحكي لنا رايك كيف لازم تربي ابنك ونحن بنحكي لك رايك، وخلينا نقعد على الطاوله ونتناقش. وعملنا هذا، صرنا عاملين 6. دفعة من هذا، وشوف قديش عن جد عن جد مذهولين الكنديين بانه كيف الناطقين باللغه العربيه مفكريننا نحن برا يا زلمه، يعني مبطلين نحن، يعني ما بنعرف لا نربي ولا هي ولا ايه. فقديش يعني حسننا من فهمهم ووقفنانهم، تعالوا هون كل ما دق الكوس بالجرة طخ، تعال خذ الولد تعال هدد بدك. ممتاز. دافعنا على برنامج اسمه Prevention Not Protection، انه قبل ما توقع فاس بالطاس يا امي خلي اسمعوا منا ونسمع منكم كيف انتوا شو توقعاتكم منا وشو احنا بنعمل. وانا يعني حلو برأيي، بعتقد إنه هذا اللي بتعمله دور عظيم جدا بالمحافظة على الأسرة، يعني لأنه الأسرة إحنا بنعرف إنها مهمة جدا المحافظة عليها، وأحيانا بيكون يعني زي ما تفضلتي حضرتك عدم فهم للثقافة من شخص ممكن يؤدي لا سمح الله إلى لولا وجودكم مثلا بهذيك اللحظة والشخص استجارك ممكن كان أخذ الأولاد منه، الأولاد تاهوا بين عيلة وعيلة وحتى وصلوا لكم بالنهاية. فهذا بعتقد إنه دور رائد ومميز، حيوكم يعني الله يعطيكم العافية. هي صحيح. هو هيك، بس الأهم منه إنه في ستيريوتايبينج، إنه هاي المنظمة الشريرة تأخذ أولادنا، يعني إجا ولد ضرب أخوه بالسيارة فعم يضايقه أخوه الصغير فضربه بالسيارة اللعبة فشخلوا راسه منهم فجة وفجة غير شكل دم عم ينشر، الأم ضلت حاملة ابنها هيك للصباح لأنه الفجة كتير كبيرة للصباح، لأنه ما يترعب ابنه الكبير يروح على السجن وابنه الصغير ياخذوا له إياه لأنه هي ما كانت. فإنه لا لا ما هيك الموضوع، هددوا أوحك يا مخلوق أهلا بياخذوا لك أولادك يا عمي، مو هيك فجمعناهم مع بعض يا عمي. بالضبط، بناء الجسور، يعني بناء الجسور جيد جدا. ستي يعني أنا استوقفتني نقطة، الدور في التوعية والتثقيف أمر مهم جدا. دكتورة ربا بتحكي لك حابين يكون في المدرسة هذه اللي عندكم يكون زيها في أوتاوا، ما فيش عندكم امتداد لأوتاوا بحيث أنه مدرسة تحافظ على اللغة العربية والثقافة العربية وتترك مواضيع الإيمان للبيت، وبهاي الحالة بيكون
الثقافة العربية مشتركة ما بين الجميع من مختلف معتقداتهم وإيمانهم، ويترك موضوع الإيمان لأهله وبيته. في عندكم فكرة تتحدث إلى أنا جدا مؤمنة، بالمناسبة أنا جدا إنسانة مؤمنة، بس تارك إيماني ببيتي. حتى أنا وقت بعمل الترينينج للفالنتير من قلهم ممكن شو الأسئلة اللي ممكن أنه أنت تتجنبها. مثلا أنت شو، والله أنت مسلم، أنت مسيحي، أنت إسماعيلي درزي ولا إلا. فمن قلهم بهالحالة إذا سئلت هالسؤال اسأل أنت مقابله، اللي بيفيدك إذا عرفتني أنه أنا مسلم ولا مسيحي ولا درزي ولا اسماعيلي ولا بيفيدك. اذا بيفيدك ما عندي مانع، انا يعني تكرم عينك. فهذا دائما هالجواب عم ينفع، انه يا اخي انا عم بخدمك بعيوني بغض النظر انا شو خلفيتي الدينيه، وانت كمتلقي انا ما بطلع عليك خلفيه، بطلع عليك كانسان بحاجه لخدمتي، وانا من راسي. طيب كيف حتجاوبي دكتوره ربا؟ حتعملوا امتداد لأوتاوا للمدرسة تبعكم، ولا في طريقة تانية لمد الجسور ما بينكم وبين أوتاوا؟ والله يعني ممكن احنا نساهم بخبرتنا، اذا بدهم يستشيرونا وعندنا الناس اللي بيقدروا يتطوعوا، تكرم عيونكم، احنا ما عندنا اي مانع، بس احنا مستنزفين الحقيقة، عن جد عن جد مستنزفين باللي عم نعمله هون. وقول يا رب هيك بس تدعينا الدكتورة على انه يقوينا ان شاء الله. الله يقويكم. نعم، كنت حابة انا اعلق على نقطة ذكرتيها ست هيلين، لما قلتي انه بعض طلاب المدارس الثانوية احيانا يرسلوا من الشرطة لاداء بعض ساعات الخدمة او التطوع، يعني تصويب او تقويم ممكن سلوك معين صدر عن الطالب. يعني هل ممكن إذا في تستحضرك قصة نجاح لأحد هؤلاء الطلاب، أو لأنه هاي المرحلة مهمة جدا في تشكيل يعني شخصية الطالب أو الإنسان لما بعد، قد يؤثر خطأ بسيط إذا لم يتم التعامل معه بالطريقة الصحيحة إلى لا سمح الله يعني هذا الشخص يسير مسارات غير محمودة. فياريت لو تشاركينا قصة نجاح من هذه القصص اللي حدثت معاكم، إذا استحضرت من هاي الفئة بالضبط، إذا ما مستحضرك أي شيء، أي قصة نجاح لأسرة يعني أسرة أحاول أختار أني منهم. ما شاء الله عليكم. يعني قصة النجاح دائما ملهمة بتكون، يعني ما شاء الله عنكم. في عنا شاب عن جد طيب وبجنن، ومن وقت ما أجاك يعني هو وأهله، أنا بعرف أهله أكثر منه، بس عرفوني على الشباب. للشاب الكبير لاعب كرة قدم من لاعبين الحارة بالشام بسوريا، وبعدين تهجروا على لبنان يعني كمان بهالمخيمات طلعوا، بس يعني عاشق، مو انه يعني لاعب يعني هاوي عادي، عاشق للون. فات على هالمدرسة الثانوية، تعرف على بنت، تعرفي يعني بيصير هالعلاقات، وعن جد كانت العلاقة كتير بريئة وطيوبة، وأهلها للبنت كتير حاولوا يساعدوا العيلة، هنا عيلة كندية، كتير حاولوا إنه يساعدوا العيلة السورية يلي رفيق بنتهم، وصار فيه هيك يعني تواصل بين العيلتين. تخانقوا الولد والبنت، وعمل له هيك وعملت له هيك، شافوه على وبعدين قال له انه يعني استحى على حاله، شد من ايده، قال له طيب تعال نطلع لبرا نحكي، ليش عم هيك يعني. الكاميرا شافته انه شد هذيك الشده من ايده، وانطرد من المدرسه. الاهل اجوا يقولوا له يا اخي نحن بنعرف هذا الشيء، وبنتنا احيانا ايده طويله ولسانها طويل، احنا عم نعال، والولد شده مزبوط، بس احنا ما لنا. يقولوا له هو لازم يتعلم انه ما يشد. والغريب انه انطرد من كل المدارس. يا المهم بعد ما رحنا وحكينا ورحنا مع الليجل سيرفيس بكندا مشان يشوف لنا محامي ليرجعوا، فعلا بالاخير طلع عليه انه لازم يخدم الكوميونتي، يقدم لهون ولهون. ما حدا عم يرضى انه انت عامل مشاكل مع البوليس، انا بدي اياك انت تعمل خدمه عندي. شامروز اخذناه بعيوننا. نحن عادة نطلب بوليس تشيك للناس المتطوعين، بس بهالحالات الخاصة يلي نحن نرجع الفرد لمجتمعه ليكون إنسان منتج، مو إنسان محتقر ومنبوذ،
لنحوله لإنسان منتج وفعال جبناه وعملنا له peer support، يعني شاب من عمره وناضج وطيوب وعن جد متعوب عليه غير شكل هالشاب من متطوعين بشامروس. عملنا له connection وفهمنا أنه أخي هذا بحاجة لدعمه وترافقه، يكون صاحبك، هو صاحبه، فهو يلي يوعيه أنه يروح على الكمي أحيانا مشان ثقته بنفسه وإنجليزيته الضعيفة أنه كيف بدي روح أنا أعمل فالنتير بالقهوة، فصار يعمل فالنتير معه كرمال أنه. وهذا الولد كان في عنده أبليكيشن، أستاذه للرياضة عامل له أبليكيشن أنه يروح على نادي رياضي بتورونتو، بسبب أنه انفصل هذا الأبليكيشن توقف. فسرعنا أكثر ما تتخيلي بإنجاز ساعات التطوع لحتى وراسلنا الأستاذ، والحمد لله عن جد أنا ما بصدق إنه الولد رجع على ودخل هذا النادي بتورونتو. يعني الطريقة اللي بتتكلم عنها قصة نجاح فعلا ملهمة، يعني هو رجع الولد وراح على النادي وما شاء الله عنه. الحمد لله رجع على النادي ما شاء الله، مبارك congratulations، يعني جميل. فعلا أنا اسمحي لي بدي أسأل سؤال هو تقليدي، لكن أنا محتاج أني أعرفه لأنه عندي صراحة بجوز تصورات مختلفة، تفكير مختلف، أنه في مبالغات حول هذا الموضوع. الرجل العربي هل كان دوره هون إيجابي ولا كان سلبي في عملكم؟ ما شاء الله يعني عندكم شغل وعندكم مشاريع وعندكم أعمال أتوقع أنه يعني تقضوا فيها الساعات، وعندكم متطوعين بكثر. الرجل العربي كان دوره سلبي سواء من متلقي الخدمة ودور أزواجهم أو أبنائهم أو الرجال القائمين على الأسر فيهم اللي بيقدموا الخدمة، المتطوعين ودور أو المتطوعات أقصد ودور أزواجهم والرجال الموجودين في بيوتهم، كانوا إيجابيين في هذا العمل ولا سلبي؟ الحقيقة ما فينا نحط كل البشر تحت مظلة واحدة، يعني في عنا كان أصناف، بس يعني بشكل عام البشر عنا كانت تشبع اضطهاد، تتنفس ظلم، فهذا بيعكس على رب الأسرة يلي عم يطلع على برا وعم يضطهد ويجي على البيت يلاقي يعني ينفس غضبه. هذا بشكل عام. وغير يعني في هدول الناس كمان يلي قعدوا disconnected في السنين بمخيمات يلي لا في كهرباء ولا في مي ولا في برد ولا في شغل ولا في صحة ولا في education، يعني بشر عاشت هذا شو بده يجيك؟ أنا ما عاد بدي طلع عليه، أنا هو مضطهد، لك هو منرفز، هو عايف حاله، لك أنا دوري أنا مرتاحة، أنا أحسن منه وكلياتنا يلي هون أحسن منه، شو بدنا نتحمل منه ونحوله لإنسان، لنحوله لإنسانيته، رجعه لمين هو بالأساس. فالحقيقة نحن يعني مثلا شجعنا كتير الرجل على أنه يتطوع معنا ويجيب بقية أفراد أسرته، يعني مثلا هذا الرجل، في كتير عنا شباب أنه أنا ما ببعد بنتي لمخيمات، أنا سردلهم على مخيمات فقط للإناث، يا عمي أعطي لها نفسك فرصة، روح تطوع مع بنتك وروح مع ابنك وبنتك وروح نام معاهم بمخيمات وتطوع، ونقدم طلب تطوع للأب مع طلب انتماء للأولاد. فبنت هي الثقة بين المجتمع الكندي وبين القادمين الجدد. فالحقيقة ما في إنسان يعني إنه والله بالأساس هو ماله منيح، أنت قدم له روحك الإيجابية واستوعبه واسمع له واعترف إنه يعني أنا مثلاً بحياتي ما قلت له لإنسان بس، يعني بيجي بيقول لي إنه يا مرة ضربني مدري إيش عمل لي كذا، يعني ما في، يعني منحاول نرجع نرجعهم لبعضهم، كيف يعني؟
يعني انا ما بقول له اه اوكي والله انت مضطهد ويعلي عليك وانت ما معلش يعني نستوعبك لانه والله انت مضطهد وبتهد مرتك. لا يا اخي، احنا مستوعبين وعرفانين انت التعب اللي انت تعبانه، وانت انسان وانا مقتنعه 1000000% انسان ايجابي، بدك انت مساعده. كيف المساعده انا بقدمك لحتى ترجع لانت لنفسك؟ رح نحكي انا مع منظمه وتحكي مع داعمه نفسيه اجتماعيه لتقعد معاها، او داعم نفسي اجتماعي لتقعد معه. لانه بتعرف احنا فكره والله منتل هيلث كونسلر ما ظابطه. ايه، فنحن بنقول لهم داعم نفسي. وهو هيك الحقيقه، هذا بده دعم نفسي هالبني ادم، دعم اجتماعي لحتى يخلص من هذا القهر يلي جواته ويرجع الاب الحلو اللذيذ مع اولاده. وبالمناسبه هذول الرجال اللي بيقولوا عليهم انه والله دورهم كذا وكذا، بعام 2017 يعني بعد سنتين بالفيزيكال، بنيات الفيزيكال يير تبع الفيدرال جفرمنت، اجتنا نسبه السوريين يلي اشتغلوا من القادمين الجدد، كانت اعلى نسبه على الاطلاق من كل الجاليات، ابتداء من الفلبين للصومال للعراق للصرب للبوسنه هدول كل الجاليات اللي اجوا، اعلى نسبه فوج من الجاليات من اللي توظفوا. هذا الرجال اللي احنا بنقول عليه الرجال العربي يلي تقليدي ومدري ايش، جدع الشاب هذا، هدول جدعان، رجال بيجيبوا فلوس لبيته بيعيشوهم بكرامه هدول. احسنتي. انا عندي سؤال والله ست هيلين، في عندك حالات مثلا من الرجال اللي اجوا اسر وعائلات وساعدتوهم انتم على الاستقرار، او ساعدتوهم باي طريقه من الطرق اللي ذكرتيها، وبعد فترة تطوعوا معاكم في السنتر؟ عندك حالات رجال بالذات، يعني في عندك حدا متطوع؟ يعني من خلينا نبدأ باللي شمس روز كفلتون معظمهم، يعني هلا يلي دايرة شام روز المدرسة العربية هي قادمة جديدة كمان، يعني من اللاجئين الجدد اللي كفلتون شام روز، البورد فيه 2 من القادمين الجدد، البورد تبع شامروز، المدرسين في 2 من اصل 7 من القادمين الجدد غير المديره، المترجمين معظمهم من القادمين الجدد. هدول الناس اللي لغتهم كثير منيحه بس لسه ما عندهم كنديان اكسبيرينس، فعم نحن عم نعمل لهم هاي الكنديان اكسبيرينس ومشان نحط لهم اياها بالريزومي. معظم الحقيقه اللي احنا متكلين كثير عليهم هذول للقادمين الجدد يلي لغتهم الانجليزيه ممتازه. جميل. يعني انا مش عارف ايش احكي لك، هذه مش مؤسسه، هذه مجموعه مؤسسات في بعض. سيده هذا، هذه انا سمحت قلت لك عن المشاريع الثانيه، يعني احنا يعني احنا حنجيها طبعا، بس يعني لازم اسجل اعجابي لانه مش هتحمل استنى لحد ما تحكي لي عن باقي المشاريع. يعني دق على الخشب يا زلمه، دق على الخشب يعني. دقيت دكتوره ربا ايضا بتحكي لك انه ممكن الليسنز هذه تنعطى فيرتشوالي، فممكن نعطيها بشكل افتراضي وممكن تاخذ دعم يعني عن طريق بعض البرامج في الحكومه الفدراليه والبروفنس كمان. انا مفتوح على اي اقتراح. فاحنا راح نستوعب كل الاقتراحات ونستقبل كل الاقتراحات، وممكن نعمل ماتشنج ما بينكم وبين اصحاب الاقتراحات، يصير في تواصل بينكم، خاصه انه في بيننا الحمد لله نوعيات من المشاهدين عندهم خبرات جيده في مجالات متنوعه، ممكن يصير في تبادل بالاستفاده ما بين الطرفين. بدي انتقل معك للخدمات الاخرى الآن اللي والمشاريع الأخرى اللي قمتوا فيها. إحنا كتير مهتمين باليوث، الشباب والصبايا هدول يلي بيقولوا، هدول يلي سالتين يعني منسيين، في شيء كتير للأطفال، للنساء شيء معقول، للكبار منيح،
بس هدول الشباب والصبايا عن جد ما، فلحنا استقبلناهم، استقبلناهم كثير استقبال حلو بالمناسبة. عملنا مشاريع مع جامعة وترلو وجامعة لوريه. المشاريع كانت انه كيف تدخل للجامعة، برنامج كل واحد منه 12 اسبوع خلال الصيف، ما ضروري تكون لغتك منيحة، معظم طلاب آسيويين وهنود وكنديين هني اللي عملوا البرامج، وسوريين ويعني ناطقين باللغة العربية من الطلاب القدامى أو يلي ولدوا هون بكندا. فهدول عملنا هذا البرامج توعية كيف أنت توصل لجامعة، شو الكريدت اللي بتاخده، شو بيفرق السيستم الإدوكيشن سيستم هون عن هون. عملنا كمان فريق كرة قدم كمان للشباب. عملنا مشروع تاني بلاد دونيشن، هذا كل سنة مرة اللي احنا بنعمله، هاي بس لنقلهم للكنديين انه لحنا يعني دمنا لكم كمان، يعني احنا بناخد منكم ونفوت على مشافيكم وبناخد من الدم تبعكم اللي انتم تبرعتوا، وكمان احنا جاهزين نعمل نفس الشيء. كمان في عنا في شيء بلشنا فيه اسمه بير ماتشينج، اول ما اجوا السوريين، يعني انا عيلة سورية او عيلة عراقية او عيلة يعني بحكي عربي، اجت عيلة سورية تانية، مندور على انا السورية الجديدة، انا في عندي ولدين، واحد بالتاسع واحد بصف الثاني، فبدور على عيلة يشبهوا بعض بالمستوى الثقافي التعليمي المنطقة اللي اجوا منها، نعمل بير ماتشينج، بنخلي هدول العائلتين اصدقاء واسئله تختخ، يلا شو اعمل هيك، انتزعت حنفيتي، البراد وقف، من وين بدي اروح اقدم طلب للمواصلات، هدول يعني. فهذا البير ماتشينج في شامروز السنتر، هذا شامروز السنتر دائما فيه متطوعين، معظم الاحيان مو دائما، احيانا بنعاني من كثره الفالنتير، واحيانا بح ما عندنا ولا فالنتير. هدول الناس يلي بتجي بتحمل رسالتها تقول لك ارالي هالرساله، اجاني هذا البريد، فينا ترد لي عليه هون، تعمل لي رد ونحط له الظرف، نكتب له العنوان ونقول له الله معك. احيانا بيجي واحد عنده مشكله بالانشورنس، بعت لي صور على مدري ايه، انا لقيت طلب عمل، فينك تقدم لي اياه؟ يعني في شغلات بدها حدا يشرح لك اياها. اجوا والله الفاميلي انشورنس سيرفيسز لعندي، شو قول لهم؟ البوليس عم يحكي، يعني هدول الشام روز سنتر للاسئله الطارئه يلي بدون ابوينتمنت ووك ان. بعدين في عنا كان موجود عنا وبحماس كثير كبير هو الهوم فيزيتس، هدول الناس يلي صدموا بالمجتمع الكندي واللي ماتوا رعبه ان اولادهم يعني يضيعوا منهم وعزلوا حالهم وعزلوا اولادهم، فنحن بنعمل لهم هوم فيزيتس لحتى نرجعهم لهذا المجتمع، او انه فقدوا العلاقه وصارت علاقه مو طبيعيه بين الـ الابوين او الابوين واولادهم، يعني نرجع هيك الاسره. ما شاء الله جميل ست هلن، يعني بصراحه ما شاء الله، يعني يمكن بدنا كم حلقه استاذ محمد حتى نغطي جمال يعني جمال يعني جزء 4-5 حلقات يمكن نستضيف ست هلن تحدثنا عن شامبروز بدي اسالك سؤال اخير او هو طلب، ممكن ايش ممكن تشي رساله للمجتمع بشكل عام، يعني المجتمع المحلي الكندي الأكبر والمجتمع العربي الموجود في منطقة ووترلو، أو للمجتمع الأكبر كشامروز يعني أو كهيلن. أوكي. هلا المجتمع الكندي بقول له educate yourself، ما تعتمد على الميديا يلي أنا لابسة خليني فستان ملون وبياخد العقل، وبتجي الكاميرا بتركز على البقعة السوداء بس يلي بفستاني وبينقال أنا لابسة فستان أسود. يعني في عنا لحنا عيوب بمجتمعاتنا، بس وقت بتعملنا هوليود برامج وتثقف المجتمع الكندي بثقافة يعني بتعمم بعض الأخطاء والتفاهات تبع بعض المجتمعات، وبتصير بتنزلها علي او على كلياتنا، بقول له انا ما بدي اتعب عليك وعلمك مين انا،
انت تعب وتعال عندي لعلمك، بس انا ما بدي اتعب عليك. يلي ما بده يتعب انا ما ضروري ابذل هذا الجهد معه. لما المجتمع الناطقين باللغه العربيه بقول له expose yourself، روح قل لهم مين انا، دق على جارك، اطمن على الختيارة اللي حواليك، روح اشتغل، روح اعمل التطوع، روح اقعد بالتيم هورتن، تحرك الشريك، ما تضلك لازقين ببعض. اللازقين ببعض هذا بتعطيه احساس بالامان كثير، هذا حلو. وفي شيء ثاني بالحياه انك انت توسع معرفتك، توسع علاقاتك. فهذا اللي بقول له للقادمين الجدد، ولأن لسه نحن حتى نحن على الحقيقه يعني منضلنا كل يوم مفترض انه نضلنا نفتح هاي العلاقات لنقول مين نحن. الحقيقه كان في كثير يعني قضايا بدي اركز عليها معك، لكن نضيق الوقت بترك الميكروفون للاستاذ محمد. تفضل. انا صراحه اول شيء بدي اشكرك على الانجازات الكبيره اللي بتعملوها، بدي اشكرك على الهمه والطاقه اللي ياريت تحكي بصيغه الجماعه لانه تشكرنا لبشام روز، لانه حاضر عن جد لولاهم ما بسوتك يا. طيب انا بدي اشكرك واشكر من خلفك واشكرك لانك تبثي ليهم، ماشي، واشكر هذه المؤسسه العظيمه اللي جمعتكم كلكم سوا على الطاقه الهائله اللي انتم يعني نثرتوها وأشعتوها في المجتمع اللي حولكم. وأنا بحكي إنه وجود طاقة مثل هذه الطاقة مش بس بتشع على العرب، الكوميونتي العربية اللي حولكم، هي بتشع على كل المجتمع الكندي لأنها بتضرب أمثلة. وكمان أنت حكيت كلمة مهمة اللي هي كلمة تغيير الستيريوتايبينج اللي موجود أصلاً عند المجتمعات عن بعضها البعض، سواء عنا عن غيرنا أو غيرنا عنا. هذا بدلني انه اللي بيشتغل في هذه المؤسسة في وراءه فكر، مش بس مجرد فزعات ومجرد اكتيفيتيز خالية من الروح والمضمون والعمق. هذا معناه هذه المؤسسة مستقرة ومستمرة لانه في داخلها في عمق كبير، في داخلها محتوى كبير جدا. والحقيقة انه احيانا اللي بيظهر على السطح هو نشارة الخشب اللي هي هشة وضعيفة، لكن اللي بيكون في العمق هم أصحاب الثقل الحقيقي من الأفكار والهمم العظيمة جدا والطاقات الكبيرة جدا، بيكونوا في القاع بدهم تحريك لهذا الماء حتى يظهروا هم ويستفيد منهم الآخرين. رنا بتحكي إنها كمتطوعة بشام روز من لحظة اللي وصلت على هالبلد ما فيها تعبر عن كم هالمنظمة عم تساعد الكوميونتي، ولكن الحقيقة عندها مشكلة في تسليط الضوء عليها والدعاية. احنا بنعرف انه الدعاية تصرف بكثير من الأموال على كثير من الأعمال اللي أقل بكثير مما تقدم شام روز. وأنا بقول من الآن من هون ست هيلين، احنا في اي وقت اتمنى انه تتصلوا فينا وتامرونا امر، لا تعطونا اي طلب، ان تامرونا امر انه توصلوا من خلالنا اي رساله تريدوها واي قضيه تريدوا ان تسلطوا عليها الضوء، احنا جاهزين. وان شاء الله يكون في ايضا من خلفنا من يسمع هذا الكلام ويسلط الضوء على اصحاب الانجازات الحقيقيه امثالكم. وانا بشكرك شكر جزيل جدا. بشكرك على الكلام كثير الحلو، وعن جد عن جد برجع بكرر اللي بلشت فيه انه مشروعكم كمان مشروع كثير مهم وفي فجوه كثير مهمه، مشروع تلفزيوني الناطق باللغه العربيه اللي تتحدث عن هموم وحاجات الجاليه هون، يعني مو بس نتفرج على القنوات هنيك، احنا بنضلنا بنحب نكون على تواصل معهم، بس كمان في هون شوي في شيء مختلف فلازم نحكى عن هذا الاختلاف. تفضلي اكرام. كنت بس بدي اوجه تحيه للسترانا اللي بعرف انها من طاقم شام روز ومن اوائل المتطوعين وما شاء الله عليها، يعني
عم بتقدم خدمات جدا رائعة في مجال التعليم والإدوكيشن للمجتمع. رنا، تحية رنا من شامروز. الله يسعد رنا، عن جد عن جد. يعني انا لو انا بقى يعني ما بتخيل في انسان متطوع بيعطي من قلبه باخلاص بهذه الطريقه. يعني عم تدير مدرسه شام روز بكل حب، بالتحضير للمناهج، التنظيم بين المدرسين، تواصل مع الاهالي. تخيلي انه بهاي الفتره يعني كملت مثل اي مدرسه نظاميه، عم يعلموا كل يوم سبت مثل العاده عبر رائع، يعني قديش حلو هذا. يعني كان يعني ممكن يكون يعطيهم العافية. مناسبة يقولوا اوكي اوف ارتحنا، هلا في عنا سبب كثير مهم كورونا، ما رضيت كملوا كلياتهم، كملوا قصة الله عليهم. واضح ما شاء انه الله. الحب هو اساس العمل عندكم هو جميعا، واضح انه العطاء اصلا اساسه حب، واحكي لك حتى الايمان اساسه حب، فلو لم نعم يكن هناك حب ما كان في شيء. فاحنا اكرر شكري لحضرتك، اكرر شكري لوجودك معنا، اكرر شكري لوجود امثالك في مجتمعنا وبيننا، تعطوا امثله حقيقيه عنا وتحسنوا الصوره وتبينوا الصوره الحقيقيه اللي احنا هذه فعلا. الكلمة، نحن ما بدنا نعم نحسن الصورة لأن نعم صورتنا حسنة تبينوا، بالأساس نعم بس بدهم تبينوا هن الصوره يشوفوها. الحقيقيه، نعم تبينوا الصوره يتعبوا شوي على الحقيقيه، حالهم، تبين يتعبوا الصورة شوي على حالهم. الحقيقية اللي شوهها الكثير من ظهر على الإعلام أو من تعمد إظهارها بهذه الطريقة على الإعلام. أنا بكرر شكري شكرا. وأتمنى إني أسمع منك الكلمات الأخيرة اللي توجهيها قبل أن تنهي إكرام هذا اللقاء. يعني شوفي أحلى من كلمة بتشكر من كل قلبي لكل متطوعين الشام روز اللي عملوا شورت تيرم ولا لونج تيرم ولا الدائمين ولا الصغار ولا الكبار، بتشكركم ويجعلوا إن شاء الله يا ربي هيك مقبول للكل. ومثل ما إن شاء الله إذا حدا عنده أي ريسورسز إنه يساعدنا بتقديم، مو بس إنه والله خذوا هاللينك والله روحوا قدموا، مليان عنا لينكس، بدنا حدا فعليا يساعدنا بتقديم هذا الطلب ان شاء الله. ان شاء طيب الله. ست هيلين، انا بشكرك على تواجدك معنا في هذا المساء. صحيح كان لقاء شيق وممتع، يعني انا بصراحه انا كاكرام، لانه انا بعرفني محمد انا كثير بحب التطوع بحب العطاء، يعني ام سو اكسايتد اسم الله بصراحه عليك. وتحمست، يعني ما شاء الله العمل اللي بتعمله فيري انسبايرنج. بحييكي الروح والطاقه الايجابيه اللي بثيتيها فينا، يعني عن جد مش طبيعيه. ما شاء الله زي ما قلت لك، انتم بذوركم في الارض لكن جذوركم لكن في السماء، واصل يعني العطاء عندكم، وواضح على العائلات اللي انتم بتساعدوها، وانا يعني شخصيا بلمس الاثر اللي انتم عاملينه كشام روز. تحية من تلفزيون كنار في ومن شغلة للناس اللي تفضل. حابين يتطوعوا، أنا بدي أقول لكم على شغلة، إنه أنا كمان أم ناجحة، يعني أبدا مو على حساب أولادي، وكمان بطبخ كتير حلو، وكمان أدائي بعملي اللي مدفوع عملي، أنا إنسانة ناجحة بعملي. نحن بثقافتنا إنه ممنوع الواحد يمدح حاله ويقول أنا، بس الحقيقة أنا شايفة حالي إنه إنسانة ناجحة بعملي. يا ستي فبدي أقول لكم إنه عن جد التطوع كتير مهم، بيعطيك حتى طاقة وبيزيد معك وقت أكتر، بيصير في بركة بوقتك يوم أنت بتتطوع. الحمد لله، يا شفت ستي الطاقة اللي أعطتينا تسليط إياها الضوء، كمان. تسليط الضوء على يعني النماذج الناجحة أمر واجب هذا، وهو مهم جدا، وما فيه ثقافة الخوف من إني أعطي أمثلة من نفسي للآخرين. وإحنا بنشكرك نعم. على هذا المثال اللي بتبينيه للجميع انه التطوع لا يتناقض مع النجاح في الأسرة ومع نجاح المرأة في بيتها. في بيتها وفي عملها، يعني عملها اللي ترزق منه زي ما بيحكوا. فهي نعم يعني ما شاء الله ست هيلين، بحييكي، بحيي شامروز جميعا، بحيي الفريق كامل في شامروز، بحيي كل الأسر اللي بتتلقى الخدمة من شامروز، سواء الآباء والأمهات، الأطفال أو الشباب. بحيي الأستاذ محمد على مساعدته لي اليوم بإدارة هذا اللقاء، وبحيي الدكتور جمال من وراء الكواليس، لكل فريق عمل كنار تي في. شكرا لكم،
لكل المشاهدين والمستمعين وكل الناس اللي انضموا لنا اليوم، شكرا لكم، ولسه القادم أفضل إن شاء الله. رح نكون في لقاءات متعددة مع سيدات من المجتمع العربي الكندي، وكل واحدة منهم تمثل قصة نجاح، وقد تكون قصة تحدي، ليس بالضرورة أن تكون قصة نجاح. تواصلوا معنا إكرام المومني أو الأستاذ محمد تميمي أو الأستاذ أو الدكتور جمال، إذا أحببتم أن تكونوا معنا في البرنامج. أهلا وسهلا بالجميع، وتصبحون على خير.